وتنضم إلينا مشاهدينا عبر خدمة زوم من السليمانية النائبة سروة محمد رشيد. ست سروة أهلا بك، شكرا جزيلا لوجودك في مساء العراق هذه الليلة. بداية، هل سيمرر مشروع تعديل الأحوال الشخصية هذه المرة؟ يعني ما هي أبرز الخلافات وكيف حلت بين الأطراف المعنية؟ بداية السلام عليكم وأشكركم وأرحب بكم. بالنسبة للتعديل قانون الأحوال الشخصية، نحن في مجلس النواب من الدورات التي راحت والدورة الحالية لحد الآن ماكو اتفاق لتمرير قانون تعديل في قانون الأحوال الشخصية، وهذا تعديل لم يجي من الحكومة، لأن أي تعديلات على القوانين والتعديلات الضرورية لازم يقترح من قبل الحكومة وفق الدستور العراقي أو من قبل الرئاسة الجمهورية أو كذلك من قبل النواب، مجلس النواب. وبالنسبة للاسم، أني سروة محمد رشيد للعلمكم. هذا القانون هنالك، يعني غدا عندنا جلسه مجلس النواب. هذا الجلسه يتكون من 6 فقرات، كل الفقرات قوانين والتعديلات المهمه للشعب العراقي وكذلك لمصلحه المجتمع العراقي. بالنسبه للقانون الاحوال الشخصي، لحد الان الحكومه لم يطالب بالتعديل القانون، وهذا التعديل اقتراح من قبل العشر النواب، ولا يجوز على طلب، خلينا نقول 10 نواب او نائب الاخر او نائب الواحد، هذا القانون هذا يدخل داخل الجلسه مجلس النواب. لذلك هنالك النواب كلهم معترضين، لان احنا عندنا كالعراق عندنا قانون احوال الشخصي رثين، وقانون احوال الشخصي مهم، او لحد الان لا يوجد خلافات للقانون الاحوال الشخصي. وكذلك يجب ان نعرف بان القانون الاحوال الشخصي قانون مهم في العراق، لانه يمس حياه العراقيين وحياه الاسره العراقيه. وكذلك قانون الاحوال الشخصي يبدا من العقد الزواج، من المهر، من الورثة، والحال وكذلك بعد الموت الأطراف في الأسرة، كذلك للورثة هم الأحوال الشخصية داخل المشروع. لذلك هذا مهم، لازم يكون هنالك اتفاق ما بين جميع الكتل السياسية لتعديل القانون الأحوال الشخصية. ولكن أنا عن نفسي أعترض على هذا التعديل، لأن هذا التعديل يؤدي إلى التفكيك العائلة، والقانون الأحوال الشخصي قانون مهم. لكن بالمقابل، عفوا ست سروة، بالمقابل يعني أيضا هناك أعضاء في مجلس النواب، هناك نشطاء، هناك منظمات مجتمع مدني، تعتقد أن مشروع القانون يعني أو القانون الحالي يعكس وجها دينيا للدولة العراقية وليس وجها مدنيا أو وجها علمانيا يحترم جميع الأذواق والانتماءات، ماذا تقولين باختصار؟ وبالنسبة لهذا الكلام، هذا القانون شرع على الشريعة الإسلامية ووفق الدستور العراقي، وليس هنالك أي خلافات من المواد في داخل القانون الأحوال الشخصي يخالف الشريعة الإسلامية وكذلك يخالف الدستور العراقي. احنا من 2005 صوتنا الجميع العراقيين بجميع المكونات، كردا وسنة شيعة والمكونات الأخرى مسيحيا كذلك يزيديا، على الدستور العراق. وهذا الدستور يجتمع جميع داخل العراق. لذلك يجب أن يكون أي قانون يشرع من قبل المجلس النواب يكون هاي القانون للجميع وعموما، واضح جدا، نعم، المجتمع العراقي. نعم، طيب وضحت الفكرة ست سروة. ننتقل إلى نقطة أخرى، ماذا عن إمكانية تمرير مشروع قانون العفو؟ هل تمت تسوية الخلافات؟ هل سيتم تمرير هذا المشروع؟ بالنسبة للقانون أحوال الشخصي، عندي إضافة أخرى،
هم يريدون يعدلون لماذا تلافى من الأحوال الشخصي. يعني الفقرة، يعني خلينا نقول الفقرة الأولى من المادة الثالثة من الأحوال الشخصية، يقول الزواج عقد بين الرجل والإمرأة تحل له شرعا، يعني تحل له شرعا، يعني وفق الشريعة الإسلامية. يعني هذا القانون وهذا المواد موجود في الأحوال الشخصية، لا يخالف الشرع الإسلامي، لأن إحنا بالدستور العراقي نعم كل القوانين لازم يشرع وفق الدستور العراقي، والدستور العراقي أي قانون إذا يعارض مع الشريعة الإسلامية ما يمشي داخل مجلس النواب، وإذا مشى داخل مجلس النواب في الحكومة ما يطبق. أما نعم بالنسبة للقانون الأخرى، القانون العفو العام، احنا نعرف بان كان هنالك الحروب الكثيره داخل العراق، وهذا الحروب ادت الى سجن مجموعه كبيره من الاشخاص داخل العراق، وهذا ادت الى يعني سجن مجموعه كبيره من الاشخاص داخل العراق، الحرب الداعش وحرب نعم كذلك الطائفية. وإحنا وفق يعني الإحصائيات الموجودة داخل وزارة العدل، بأنه عندنا السجون أكثر، عندنا السجون أكثر من البنايات السجون الموجودة داخل نعم العراق. هذا السجون، يعني إحنا إذا نريد نبني السجون الأخرى يعني لازم نخصص الميزانية الكاملة واضح كاملة نعم كاملة للسجون لبناية السجون. لذلك في كل الدول سواء الدول المجاورة أي دول أخرى، ما بين الفترة والفترة هنالك العفو عام، وهاي العفو عام ما يشمل الإرهابيين وما يشمل التجار المخدرات ولا ما التجسس، وإنما التعديل. وهذا التعديل، التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016، فقط يعدل المادة، يعني يضاف إلى مادة يعني أربعة من قانون هاي نعم 27، فقط يقولون يقصد بالجريمة، يعني هم يحددون واضح جدا نعم الجريمة، يعني التنظيمات الإرهابية، يعني لا يشمل العفو العام التنظيمات، هم الانتماءات هم إلى واضح جدا نعم الإرهابية، يعني تجنيد العناصر إلى التنظيمات الإرهابية بأعمال إجرامية، أو ساعد بأي أشكال من الأشكال على التنفيذ عمل الإرهابي، أو سجل اسمه في التنظيم نعم الإرهابي. وذلك عبر التعديل يحدد نوع الجريمة لكي لا يشمله العفو العام، وإنما واضح جدا لا جريمة، وينطي فرصة للحكومة وللقاضي المختص حتى يقوم بالعفو العام. نعم لذلك عبر العفو للعراق، لذلك احنا في العراق يعني عندنا حوالي أكثر من 6 سنوات لحد الآن ماكو العفو عام، لذلك هذا العفو عام إذن نعم يعني نعم أفهم من كلامك أن هذا القانون أو المشروع ربما سيمرر من مجلس النواب هذه المرة عبر خدمة زوم من السليمانية النائبة سروة محمد الرشيد، شكرا جزيلا لك.